تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية حملتها العسكرية لتطهير منطقة الساحل الغربي من أوكار الجريمة بمختلف أشكالها، ولوضع حد لتمدد عصابات الخارجين عن القانون التي ضاعفت من نشاطاتها خلال سنوات الحرب، أو هكذا تقول حكومة عبد الحميد الدبيبة. في الزاوية والزواوة والعجلات ومناطق أخرى، تستمر المسيرات الليبية في استهداف مواقع عصابات المهربين وتجار المخدرات والأسلحة والبشر الذين عاثوا في منطقة الساحل الغربي فسادا وتخريبا. احنا سمعنا صوت أهلينا خصوصا في زاوية وفي المنطقة كلها الغربية أن تنادوا، قالوا احنا كفى خلاص، سادنا من حيينا من المجرمين، ما عادش نقدر نتحملوا المجرمين، ومن اللي منو بي 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 بيعولوا على منه؟ بيعولوا عليكم أنتم، وعولوا علينا إحنا اللي أصحاب القرار إن إحنا نفكوهم من هؤلاء العصابات وهؤلاء المجرمين غير المهربين. ردا على مناوئيها، تؤكد حكومة دبيبة أن عملياتها العسكرية دقيقة ومدروسة، ولن تتوقف قبل القضاء على نحو 2000 مطلوب مهما كانت الأطراف التي يحتمون بها. نسقنا مع النائب العام وفيه إجراءات حقيقية للقبض عليهم بالنفر، ولن نتهاون ولن نسمح لأي شخص ولا أي جهة تدافع على هؤلاء المجرمين. شبهة التصفية السياسية التي لاحقت العملية العسكرية الأخيرة نفتها حكومة الوحدة، وأشارت إلى أنها تنفذ بإدارة ليبية وسلاح ملك للدولة. هؤلاء رجالكم، رجال القوات المسلحة البطلة اللي دائما تدافع على الليبيين وتدافع على أرضنا، وبتقول لكم الحقيقة، بتقول لكم شن صار. والعملية ليست عملية سياسية بل عملية فنية دقيقة ومدروسة، ونبيكم تطمنوا لما تسمعوا أخوتكم وأبنائكم وأبطالكم اللي ينفذوا في العمليات قاعدين كلهم. إصرار حكومة الوحدة على تطهير ليبيا من أوكار الجريمة بمنطقة الساحل الغربي يؤكد عزمها على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، وتوفير بيئة ملائمة في ربوع البلاد كافة، بما يسمح بتنظيم الانتخابات في أجواء آمنة.